وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. إذن نرحب بك دكتور في نشرة الثالثة. هل حدثتنا عن مخرجات أعمال الورشة الخليجية الثانية لأولويات الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون؟ مساكم الله بالخير، وطبعا في الحقيقة نفسي يعني نشكر تلفزيون البحرين على استضافتكم هذا اليوم. يعني الورشة طبعا تأتي متماشية مع توجيهات اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي الفريق والشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، اللي طبعا دائما ما يحثنا على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتحول الرقمي على مختلف المستويات، طبعا محليا إقليميا وكذلك عالميا. ويعني اللي حب أكد علينا التوصيات اللي طبعا أجمع عليها المشاركون من الجهات الخليجية المعنية بتطوير الحكومات الرقمية وتقنية المعلومات والاتصالات، الحقيقة تعكس الإيمان والالتزام المشترك بين دول التعاون لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الحكومية وتعزيز التواصل مع مواطنين مجلس التعاون الخليجي. وهي طبعا يعني دائما نهاية يصب في دعم الجهود الخليجية، طبعا يعني في استقطاب الاستثمارات ودعم الاقتصادات الوطنية. وطبعا يعني بخصوص أبرز نتائج التوصيات أعمال الورشة، يعني تم الاتفاق على يعني أولا وضع دراسة استراتيجية لتطوير استدامة الخدمات الإلكترونية على بوابة دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك توحيد ورسم محاور لاستراتيجيات الحكومات الرقمية ودراسة مبادرات تبادل البيانات بين دول المجلس، كذلك اتفاق على دراسة منهجية عمل موحدة بين دول المجلس لدفع أو لرفع مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وكذلك يعني إلى جانب إلى دعم المجالات المتعلقة بتوظيف مع التكنولوجيات الناشئة، منها طبعا الذكاء الاصطناعي. وجميع طبعا هذه التوصيات إن شاء الله سترفع إلى اللجنة التنفيذية للحكومات الإلكترونية، من ثم تقر من خلال اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات الحكومة الإلكترونية بدون مجلس التعاون الخليجي. نعم الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.